حتى لا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج المبادره، لقاء يومي بيتجدد معاكم بنرصد فيه اهم واخر الاخبار المتعلقه بنشاط المبادره الرئاسيه حياه كريمه. هذا المشروع القومي العملاق التاريخي اللي بيستهدف الارتقاء بحياه اكثر من 60 مليون انسان في قرى الريف المصري، مشروع اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام على عاتق الالاف من الشباب المتطوع اللي وجد ضالته في المبادره دي، واللي مش بنبالغ لما بنوصفها بأنها أحد أهم المبادرات التنموية والإنسانية على مستوى العالم. مرة أخرى برحب بحضراتكم في المبادرة. بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة السويس قافلة طبية في قرية شندورة بالقطاع الريفي بحي الجناين في محافظة السويس، وذلك بالتعاون مع جامعة قناة السويس. القافلة أجرت الكشف على 618 مريض في تخصصات مختلفة وصرفت العلاج بالمجان لجميع المستفيدين. ضمت العديد من التخصصات الطبية كل القوافل اللي كانت موجودة. خلونا نروح نشوف هذا التقرير اللي أعده لنا زميلنا كريم أنور مراسل إكسترا نيوز في محافظة السويس. نتابع. احنا جايين النهارده في اليوم العالمي للتطوع بعد ما حياه كريمه عدت اكثر من 36,000 متطوع عشان نقدم خدمه لاهالينا هنا في السويس ومحافظه السويس وحي الجناين في قريه شندوره، عشان نقدر ان احنا نوصل الخدمات العلاجيه ونوصل اهداف المبادره لكل اهالينا اللي موجودين في كل المناطق النائيه واللي في المناطق الاكثر فقرا في محافظه السويس. عملنا قافله في القواطره 350 حاله، عملنا قافلة في أبو شكيو مدرسة أبو شكيو 280 حالة، عملنا قافلة في البحارة 480 حالة، إن شاء الله النهاردة في شندورة زي ما أنتم شايفين الإقبال، وبنحاول بقدر الإمكان تبع مؤسسة حياة كريمة الناس اللي عندها عملية بتروح تعمل عملية في الجامعة. قافلة شاملة من كله، الأدوية ببلاش وكل حاجة، وكمان في قافلة طبية بطارية برضو تحت بيصرفوا الأدوية للناس. أنا يعني إحنا مش عارفين نقول إيه، فعلاً إحنا يعني القرية بتاعتنا بعيدة عن السويس حوالي 40 كيلو، وإحنا فعلاً كنا في أمس الاحتياج لحاجة زي كده. معاهم العلاج المناسب لكل الحالات اللي جات لنا، وبيتأخروش عننا في أي الصندوق الحماية الاجتماعية تبع تعليمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دايماً بنوقف مع الحالات اللي عندنا، وأي عمليات عندنا بتحتاج عمليات بيتم تحويلها لمستشفى الجامعة وبيتعمل معاها كل اللي أنا بشكر السيد الرئيس على الاهتمام اللي هو عمله معانا، وبشكر كل حد فكر فينا في منطقة ريفية محتاجة أصلاً كل حاجة، محتاجة كل الدعم، محتاجة كل، في ناس تعبانة، في ناس عيانة، في ناس محتاجة. الناس صراحة بأمانة قامت بكل الواجب معانا. في الفيوم، مؤسسة حياة كريمة نظمت جلسة للحوار المجتمعي في قرية منشأة الجمال بمركز ومدينة طمية. تنظيم الجلسة جاء تمهيدا لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير القرى حياة كريمة، والمقرر أن تنطلق بداية العام المقبل. خلونا نروح نتابع هذا التقرير اللي عدوا لنا زميلنا ميشيل عبدالله مراسل إكسترا نيوز من داخل المحافظة.
احنا النهارده موجودين في قريه سنوفر بمركز الفيوم في الحوار المجتمعي ضمن مجموعه من الحوارات المجتمعيه اللي بنقوم بيها في المبادره مع اهالي القرى ومراكز المحافظه، تمهيدا لبدء المرحله الثانيه لمشاريع حياه كريمه بالمحافظه. احنا النهارده كنا موجودين في قريه سنوفر مركز الفيوم، ضمن ان مركز الفيوم موجود معانا في المبادره في مشاريع المرحله الثانيه. احنا بالفعل تم استماع لكل اهالي المركز واهالي القرى والوحدات المحليه الموجوده بالمركز، سمعنا منهم المشاكل اللي بتواجههم، سمعنا المشاريع اللي هم حابين ان هي تكون موجوده عندهم في القرى والمراكز الخاصه بيهم، تلقينا الطلبات منهم بالمشاريع اللي هم نفسهم تكون موجوده. كان في استبيان تم توزيعه على الاهالي يكتبوا فيها ايه مشكلاتهم وايه الحاجات اللي هم عايزين تكون متوفره معاهم في القرى والمراكز الخاصه بيهم. كمان طمنا اهالينا ان احنا بالفعل في مشاريع تم ادراجها ان احنا هتقوم معانا في خلال المرحله الثانيه، هتغطي المركز كله وهتغطي القرى والتوابع الخاصه بالمركز كله. هنا الحوار الوطني المجتمعي المسؤول عن حياه كريمه لعرض مشاكلنا على هذه المسؤولين، فبدانا نعرض عليهم مشاكل الصرف الصحي، تاكسي بحر يوسف، رصف الطريق، الغاز الطبيعي. جيت النهارده عشان احضر حوار المجتمعي لحياه كريمه. اولا اشكر السيد رئيس الجمهوريه اللي هو اتاح الفرصه للفقراء والغلابة انهم يتكلموا على مشاكلهم ومشاكل الشعب ومشاكل الناس الفقراء اللي هي النجوع والقرى اللي هي محتاجة الى خدمات. في محافظة سوهاج مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة سوهاج نظمت زيارة طلابية لطلاب الجامعة للتعرف على إنجازات المشروع القومي حياة كريمة في قرى ومراكز المبادرة، واللي ساعدت بشكل كبير جدا أهالي المحافظة على تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة في كل القطاعات. خلال الزيارة تم الحديث عن المشروعات اللي بتقوم بتنفيذها حياة كريمة، أهمية تلك المشروعات بالنسبة لقرى الريف المختلفة، وتم زيارة مجمع الخدمات الزراعية في قرية سفلاق بنسبة تنفيذ 100%. مركز طب الأسرة هناك يعني كمان تم تنفيذه بنسبة 65%، وإحلال وتجديد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بنسبة بتقدر أو نسبة تنفيذ بتقدر ب 60%. فاصل قصير بعديه عودة لاستكمال هذه الحلقة من المبادرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، لسه مكملين معكم هذه الحلقة من المبادرة. وخليني أروح لمحافظة بني سويف، تحديدا قرية بلفيا. نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة للحوار المجتمعي السبعة للمراكز والقرى ببني سويف استعدادا لإطلاق مبادرة حياة كريمة فيها المرحلة الثانية. تم تناول الموضوعات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة لتوضيح المجهود المبذول خلال المرحلة الأولى وشرح المكونات الأساسية للخطة المقترحة في المرحلة الثانية من المبادرة واللي بتستهدف مراكز المحافظة. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور محمد علي جبر، منسق عام حياة كريمة في بني سويف. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه لو نتكلم عن اهداف جلسات الحوار المجتمعي اللي بتنظمها حياه كريمه طبعا في مختلف المحافظات ومنها بني سويف. في الحقيقه احنا كلنا في مؤسسه حياه كريمه بنجوب كل قرى محافظات المرحله الثانيه من حياه كريمه لعمل حوارات مجتمعيه مع اهالينا من القيادات الطبيعيه والمواطنين والسيدات والشباب المتواجدين في القرى دي نفسها، وبننزل لحد عندهم ونعمل الحوار عندهم في القريه بتاعتهم عشان نعرف منهم قد ايه هم محتاجين خدمات وايه هي الخدمات اللي محتاجينها وايه اهم القطاعات والاولويات اللي عندهم في القريه عشان بعد كده نشتغل عليها ان شاء الله تباعا مع انطلاق المرحله الثانيه. طيب ايه المشروعات او اهم المشروعات والاعمال ضمن المرحله الثانيه من حياه كريمه في بني سويف يا فندم؟
في الحقيقه زي ما شفنا في المرحله الاولى احنا كان عندنا بني سويف داخله بمركزين ناصر وبيضة، عندنا في المرحله الثانيه داخلين بثلاث مراكز كاملين، بني سويف، الوسطى، الفشن، فيهم حوالي 19 قريه ام بحوالي 99 قريه تابع، فبنتكلم في رقم كبير وعدد كبير من القرى والتوابع والنجوع اللي هيدخلها المبادره في المرحله الثانيه في بني سويف. وعندنا اولويات زي قطاعات الصرف الصحي، بنخش كل القرى المحرومه من الصرف الصحي وندخل لها شبكات داخليه وبنعمل لها محطات رفع، ولو كمان محتاجين محطات معالجه ايا كانت المساحه بتاعتها برضه بنعملها طبقا لاحتياجات كل مركز على حده. وبعد كده بنخش على قطاع الميه، عندنا بعض العزب والنجوع ما بيبقاش عندهم ميه نهائي، فبنمد وندعم القريه اللي فيها بالفعل ميه، ولو عندهم مواتير اسبستو بنغيرها تماما، ولو القرى دي ما فيهاش اي او العزب او التوابع ما فيهاش اي مواتير ميه او محتاجه مد وتدعيم بنعمل لها شبكه كامله من شبكات مد وتدعيم المياه. بعد كده بنخش على قطاع ثالث وهو من اهم القطاعات اللي بتمس برضو بعض المواطنين خصوصا في الاماكن النائيه والمتناثرات، وهو قطاع الكهرباء. بنعمل احلال وتجديد لكل الاعمده الموجوده، بنعلي قدره المحولات اللي موجوده في القريه دي. بعد ما بنخلص الثلاثه الاساسيين دول بنخش على الغاز الطبيعي اللي القرى نفسها كانت محرومه منها وما فيهاش الخدمه اصلا، بندخل لها غاز طبيعي، ومجرد ما بنخلص شبكات الغاز الطبيعي بندخل لها الاتصالات، ومش اي اتصالات، احنا بندخل خطوط الفايبر وسلوك الفايبر عشان يبقى عندهم نت فائق السرعه في المراحل المستقبليه. طبعا انا بشكرك، يعني انا ساكتفي بهذا القدر عشان وقت الحلقه يا فندم. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على كل اللي تفضلت بيه من متابعه وتفاصيل، الدكتور محمد علي جبر منسق حياه كريمه في بني سويف، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده تكون انتهت هذه الحلقه من المبادره، كنت معاكم نانسي نور، الى اللقاء.